لوبزاج لابزاج الالماني توتنهام دور ابطال اوروبا وين دور 16 وين نقولوا باللي النادي الالماني وين فاز واقصى توتنهام من هذه الدور 16. شاهدنا كيفاش اهداف وين شاهدنا مارسيل الذي سجل في الدقيقه العاشره، مارسيل الذي سجل في الدقيقه 21، ايميل وين سجل الهدف في الدقيقه 87 وين قضى على احلام مورينيو واللاعبين توتنهام اللي كانوا خارج الاطار. نقولوا بلي كانوا خارج الاطار لان شاهدنا كيفاش كانت المباراه، وين المباراه نقولوا بلي كانت المباراه مباراه اللي كانت في صالح النادي الالماني وين سيطره، خاصه وين شنا كيفاش لومبزاز الالماني، شنا بيتر، شنا لوكاس، شنا مارسيل، شنا نودي، شنا نورنارد، شنا مارسيل، كريستوف، باتريك، تيمو، شنا يعني تيارا، شنا امادو، شنا ايميل. نقولوا بلي ويليان المدرب اللي دخل بخطه 4-3-4-3، يعني شنا كيفاش مورينيو اللي دخل بخطه اللي كانت نقولوا بلي خطه 4-2-3-1، وين خاصه وين كان شنا كيفاش جين دوسون، شنا لوكا، شنا ايريك، شنا ديلي، شنا كيفاش هاري ايريك، شنا رين، شنا جيفيرتي، توبي. يعني كانت نقولوا بلي كانت المباراة في صالح الفريق الألماني، النادي الألماني اللي عرف كيفاش يسجل أهداف، ما كانش عنده فرص. وين شفنا كيفاش ريان اللي كان عنده فرصة في الدقيقة 31، هاري في الدقيقة 43، شفنا جيفيرتي في الدقيقة 72، يعني ديلي في الدقيقة 77، وين ضيعوا اهداف. نقولوا باللي النادي الالماني عرف كيفاش يفوز، عرف كيفاش يسجل، عرف كيفاش ما عطاش اي فرصه لتوتنهام، ما خلاش اللاعبين تاع توتنهام ينظموا الصفوف تاعهم، هذه هي ما خلاهمش ينظموا الصفوف تاعهم. وين كانت مباراه في القمه، مباراه كانت شيقه. شاهدنا نقولوا باللي وين شاهدنا الدور 16 الدور ابطال اوروبا، لوبزيج الالماني 3 اهداف، توتنهام 0. صحيتو.